طيب انتوا شايفين المرحله اللي جايه ازاي؟ انتوا شايفين ان احنا عندنا بطوله عالم، عايزين تعملوا ايه؟ استعداداتكم ازاي؟ والله انا شايف يعني بعد طبعا افريقيا، لما كسبنا افريقيا المفروض بقى التجهيزات تبقى اكتر والمعسكرات بره تبقى اكتر، عايزين نتجمع بشكل يكون بدري شويه غير طبعا كاس العالم. احنا قبل كاس العالم على فكره احنا متجمعين قبلها بشهر، في ناس كانت متجمعه قبلنا بفتره كبيره، بس احنا اتجمعنا قبل بشهر، كان عندنا ثانويه عامه وامتحانات وكده، فمعرفناش نتجمعهم قبل كده، فاعتبر احنا خدنا شهر وبعد كده دخلنا في كاس العالم، يعني سافرنا بولندا وبعد كده دخلنا في كاس العالم على طول. بس متهيألي برضو خلي بالك يا مروان، كورونا مش هتدينا الفرصه دي، فانتوا لازم تبقوا مركزين على نفسكم جدا جدا. احنا طبعا مركزين، احنا خلصنا افريقيا وبعد كده رجعنا على التمرين على طول، التمرين ما قعدناش يعني الفتره الكبيره، انا اعتبر قعدت يومين وعشان نرجع على طول على النادي. بس طبعا لازم برضو بترجع من النادي تخش في جو المنتخب، لان انت اصلا بيبقى معاك ناس ثانيه مش نفس الناس موجوده، بالرغم ان في 6 من الاهلي بس انت بتلعب مع مجموعه ثانيه، وغير كده بيبقى طبعا التمرين غير التمرين ونظام التدريب غير التدريب، فبتحتاج ان انت تاخد فتره اطول ان انت تخش في الجو الثاني الماتشات وجو المعسكرات عشان تبدا تتاهل ان انت تعمل حاجه كويسه ان شاء الله في كاس العالم. صحيح. طب عبد الرحمن انتوا رجعتوا على تمرين كابتن حسام ولا رجعتوا على تمرين كابتن ميدو؟ كابتن ميدو طلعتوا على انتوا السته ولا مجموعه من السته؟ لا هو مجموعه من السته حسب اختيار كابتن ميدو. كابتن ميدو طلعتوا اتمرنتوا مع الفريق الاول وشغالين، يمكن دي لقطات من مباراه المغرب اهي، يمكن كانت مباراه تابعناها على شاشه قناه النادي الاهلي، والحقيقه اديتوا اداء كويس جدا. على فكره منتخب المغرب مش وحش يعني، منتخب كافح، وحتى المدير الفني قال ان احنا ظروفنا صعبه وجمعنا قبل البطوله باسبوع. طب خليني ارجع لنقطه مهمه، البطوله دي عايز اتكلم على البطوله دي. البطوله دي يمكن يا عبد الرحمن كان ليها ظروف خاصه شويه، كورونا، ما سافرتوش بره، عملتوا اتمرنتوا قد ايه وجمعتوا فتره قد ايه؟ وطبعا يعني كورونا احنا في الطبيعي في اي قبل اي بطوله على الاقل شهرين، على الاقل تمرين معسكر شهر، يعني كل يوم تمرين، كل يوم تمرينين كمان في الشهر، ده بيبقى يعني معسكر مغلق خلاص. احنا مثلا ال 14 لعيبه او 16 لعيب اللي هو خلاص هيبقى فاضل اربعه هنصفي منهم وهنخش البطوله. طبعا احنا ما كانش في وقت خالص طبعا للكلام ده، احنا تقريبا متجمعين بالظبط قبل البطوله بشهر وكام يوم. وطبعا في كان عدد كبير. عسكرتوا فين؟ عسكرنا في فندق دار الهيئه الهندسيه، في جنب الاستاد، وكان تمرينكم في الاستاد. كان تمرين في الاستاد تمام. وبعد ما خلصتوا يعني طول الوقت كان في التمرين ده يعني قصدي اقول ما اتنقلتوش اسكندريه، ما رحتوش لا اي محافظه؟ لا ما كانش في فرصه خالص ولا في وقت اصلا، حتى احنا بالظبط احنا دخلنا معسكر اربع اسابيع تقريبا بالظبط ولا حاجه، يعني دخلنا على البطوله على طول. طب وكنتوا بتمرنوا فترتين مثلا صبح وبعد الصبح وبالليل وكل حاجه، والجيم كمان كان في فندق، كان في الجيم اللي في الفندق يعني كان صراحه كويس يعني، فكنا بنشتغل جيم في الفندق. طب مروان ما قلقتوش من الكورونا؟ ما قلقتوش من حاجه يعني؟ خلي بالكوا عشان يعني انتوا دلوقتي في مهمه قوميه ان انت تسيب بيتك وتمثل منتخب مصر في الظروف دي والناس كلها قلقانه، فدي مهمه قوميه يعني، انتوا طبعا زي اللي بيأدي رساله يعني. ما كنتوش قلقين من كورونا وانتم مع بعض في الاوضه؟ هل كان في اجراءات دايما بالصفه مستمره في؟ لا طبعا والله الاتحاد عامه ما اثرش في حاجه، موضوع الالتزامات والاجراءات اللي المفروض نعملها يعني، حتى في الباص دايما كنا كل واحد لابس كمامته، وحتى في البطوله ففي الاوض على قد ما نقدر كنا بنحاول كل واحد يبقى في اوضته، حتى في المطعم برضو في برضو مسافه بين كل واحد والتاني يعني. لا يعني هو كان في اكيد كان في اختلاط، لان احنا مع بعض في الملعب مع بعض في الفندق. لا بتكلم مع الاخرين مش مع الفرقه. لا لا ما لا بصراحه اي حد كان من بره الفرقه ممكن ما كانش فيه اختلاط خالص بيه، لان دايما كنا مركزين بس اللي احنا نخش نركز اللي احنا كلنا بقى كاملين، ما حدش يكون ناقص فينا يعني. صحيح. طب يمكن يا عبد الرحمن يعني برضو حته الفرقه اللي جايه، يمكن انتوا الفرقه اتاكد وصولها قبلها باسبوع، يمكن ما كانش حد عارف من اللي جاي يعني، كمان قبل اقل من اسبوع كمان. طب انتوا كنتوا الموضوع ده ما عملكوش تشتيت ذهني شويه؟ طبعا كان يعني عايزين نعرف مين الفرقه اللي هتشارك عشان نحضر، ان عايزين كنا طبعا محتاجين يعني، كنا عايزين تونس تيجي، كنا عايزين نيجيريا تيجي، كنا يعني انتوا كنتوا عايزين اصلا تونس ونيجيريا؟ احنا كنا عايزين تونس ونيجيريا تيجي بصراحه يعني، احنا كنا عايزين نلعب ماتشات ونكسبهم يعني. بيعجبني اللهجه دي بصراحه، ان يبقى انا مش قلقان من الفرقه، لا انا عايزين تونس تيجي. هم كمان كانوا خايفين مننا طبعا وعاملين حسابنا، اعتقد يعني ده اثر كتير قوي في ان هم يجوا في موقفهم من في البطوله يعني، قال لك ممكن نيجي وما نكسبش البطوله ومثلا ما ناخدش ميداليه. بس خلي بالك بيتاهل اول وثاني، كان فرصه. ما انا عارف بس هو يعني ممكن بقى اللي هو ايه كورونا. لا لا موضوع كورونا هو اللي اثر، انا بصراحه تتحرك. بس خليني اقول لك برضو انه يعني انتوا برضو كنتوا عندكم هدفين، لو كلامي غلط يعني قولوا لي، عندكم هدفين. اول هدف ان انت تاخد البطوله وتتاهل كاول افريقيا طبعا لبطوله العالم. تاني هدف ان انت تظهر بمظهر يليق برابع العالم، صح؟ تمام. يعني يمكن ده اللي كان عندكم. واكيد الجهاز الفني اتكلم معاكم في هذا الكلام، قال لكم ده ازاي؟
وطبعا يعني كان كابتن هاني ما كانش معانا في كاس العالم. انا عارف طبعا كان جهاز فني مختلف. كان هو بس كابتن ناصر. كابتن حسن حصري اللي كان معاكم. كابتن حسن اللي كان معانا في كاس العالم. وكابتن ناصر كان مساعد برضو. كابتن ناصر كان هو المساعد في بطوله افريقيا دي. فهو الوحيد يعني اللي كان عارف الاجواء بتاعتنا في كاس العالم. هو اللي كان حافظنا كويس. كابتن هاني طبعا ايه عارف ان احنا رابع عالم وعارف عارف نص الناس تقريبا يعني بيقابلهم في الدوري بيلعب حافظ اللعيبه برضو يعني. فكانت سهله برضو عليه يعني ان هو يخش معانا ويفهمنا وجهه نظره ويعرفنا ان يعني الصراحه الفرقه كلها كانت رجاله وعرفنا نعمل اللي هو عايزه بالظبط يعني.